وأنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله يسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي أهلا ومرحبا يا دكتور أهلا بك سيد أحمد ربنا يبارك فيك متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم ربنا يبارك فيك ولك بمثل السادة المشاهدين اللهم أمين ونسأل الله عز وجل الشفاء لفضيلة الشيخ شعبان درويش صلى الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين اللهم اشفي شيخ مشايخ أهل الذكر أمين. اللهم أمين وأعده إلى يعني منبره غانما سالما بإذن الله رب العالمين اللهم أمين ومتعكم الله بالصحة والعافية وجزاكم الله خيرا على قبول الدعوة دكتور متولي المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات الوقت ربنا يبارك لنا فيه نعتذر عن التأخير وإن شاء الله تعالى يكون وقتا مباركا بإذن الله وننتظر اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى سائل يسأل ويقول ما حكم تأخير الصلاة من أجل حضور المحاضرات وهل المحاضرات عذر شرعي لتأخير الصلاة شيخي كريم المحاضرات في الجامعة يعني. الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إذا كان المحاضرات يعني وقتها ينتهي مثلا بعد أذان الظهر بحوالي الساعة ومن يخرج الطلبة بعد ذلك ويجمعون مع بعضهم البعض بعد انتهاء المحاضرة فأرى أن ذلك جائز يعني والله أعلم جزاكم الله خير الصلاة بعض الطلاب يصلون في الممرات ممرات الكلية في الجامعة فما حكم الصلاة في هذه الممرات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الممرات لماذا؟ يعني في الوقت مثلا جماعات اثنان ثلاثة أربعة عنده محاضرة بعد خمس دقائق فيريد أن يحضر المحاضرة في أول وقت وهذه ظاهرة نراها يعني اثنان ربما يصطفان ويصليان مع نعم شيخ كريم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جزاه الله خيرا الصلاة روحها الخشوع فلو أنه صلى ما بين مرور الطلبة والطالبات هو أسقط عن نفسه الفريضة نعم لكن لم يستشعر حلاوة الصلاة وليس فيها من خشوع لكنه لو كما قلت لو أرجأ الصلاة بعد انتهاء المحاضرة طالما هي في الوقت وقبل وقت الكراهة في صلاة العصر أو صلاة العصر المحاضرات لن تكون إلا في الظهر والعصر بعد الأذان بحوالي الساعة ويخشعون في صلاتهم ويصلون جماعة في مسجد الكلية فأرى أن ذلك أفضل مع جواز ما يفعلونه لكن أقول المسألة هي هنا في إسقاط الفرض وليس الاستشعار بحلاوة الصلاة نعم هو بعض الكليات الآن أصبح ما فيهاش مساجد ربما نعم. في جامعة كاملة مسجد وحيد في وسط الجامعة نعم. فكلية بأسرها ليس فيها مسجد فلعل الطلاب يفعلون هذا لعدم وجود مسجد في الكلية خلاص يبقى هنا بقى ايه فاتقوا الله ما استطعتم امر مختلف الله يعني بارك الله فيكم دكتور متولي استاذ عبوده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ احمد اهلا ومرحبا الحمد لله رب العالمين ازيك وفضيله الدكتور يا رب يسعدك اتفضل يا استاذ عبوده دكتور في سؤال بالنسبه هل لو كان قول الصحابي منفردا لا يؤخذ به هل لو كان قول الصحابي قول الصحابي لو كان قول منفرد لا يؤخذ به منفرد حاضر يعني السؤال الثاني الصحابي خالف جمهور الصحابه يعني
مثلا يعني. حاضر. السؤال الثاني او في سؤالين ثانيين بسرعه يا استاذ احمد. ايه رأي الدكتور في موضوع تجديد الخطاب الديني؟ تجديد الخطاب النغم اليومين دول تجديد الخطاب الديني. ام عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا ام عبد الرحمن، تفضلي. اهلا شيخ احمد. واياك يا فندم، تفضلي. بقول لك جوز اختي حلف عليها، هو مش جوزها يعني، هو يعني عاقب بس وخاطب. ودلوقتي حلف قال ايه؟ طلاق بالثلاثه، انت مش هتروحي المكان ده، وهي راحته، فهي دلوقتي تتحسب طلقه. هو كان ناوي يطلقها لما قال عليها الطلاق بالثلاثه ما تروحيش المكان ده. حلف عليها. لا، هو حلف عليها خلاص. نيته كانت الطلاق ولا كانت التهديد والتخويف ولا كانت نيته فيها ايه يعني؟ هذا العاقد مش عارفه يا شيخ والله، بس هو مش كاتب يعني. هو مش كاتب، بس هو عاقد كاتب مش داخل يعني، لم يبني بعد. حاضر. بتقول مش كاتب؟ لا هو عاقد. يا لخبطت برضه. واحده ثانيه صاحبتي جوزها حلف عليها، بس دي الطلقه الثالثه. قال عليه الطلاق بالثلاثة، عليه الطلاق بالثلاثة، لو عايزين اطلقك الوقت اهو ثلاث مرات هطلق. فهي ردت عليه قالت له زي بعض وطلقني. راح قال لها طب انت طالق. طب دي المرة الثالثة. طب يعني ده سؤال. وبيقول ان انا ما كنتش ناوي اطلقها يعني، ما كانتش عنده النية. المهم انه قال لها انت طالق قولا صريحا. فامان لها يا ام عبد الرحمن. حاضر. استاذ وليد السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته استاذ احمد. ربنا اهلا ومرحبا يا استاذ وليد، تفضل. ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك فيك. وفيك بارك الله. ما حكم ولد الزنا ولمن ينسب سواء كانت امه متزوجه؟ هل ينسب الولد لابيه او لا ينسب لمن؟ ماشي. وان كانت الام بكر وزنت هل ينسب للام ام للزاني؟ وهل يرث ام لا؟ فأمان الله. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. الأخ عبودة يسأل عن لو تفرد الصحابي وانفرد برأي دون سائر الصحابة، فما هل يؤخذ برأي هذا الصحابي يعني إن صح لو خالف رأي الجمهور؟ نعم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابة فيه تفصيل يعني، هناك قول الصحابة له حكم الرفع، وهذا يعمل به كأمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. وهناك قول الصحابي الذي أجمع عليه الصحابة فهذا يعمل به. وهناك قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي وعلى شرط أن لا يكون آخذا من الإسرائيليات، فهذا وأن لا يكون مخالفا لنص. أما إذا اختلف الصحابة على عدة آراء، ومنه المسألة التي سأل عنها الأخ، أو تفرد صحابي برأي، فالمسألة أننا نرجع هنا لا إلزام أن نعمل بقول الصحابي هنا، وإنما نرجع للنصوص ونرى على أي أساس اعتمد الصحابي الذي تفرد بهذا الرأي، وأن له مخالف أو ليس له مخالف. لأن الصحابة لا يظن بصحابي أنه يعمل بخلاف نص، وإنما قد لا يصل إليه النص، أو يكون هو تأول في المسألة، أو وصل إليه دون غيره. أو وصل إليه النص دون غيره. نعم، فالمسألة تحتاج إلى بحث. نعم شيخ كريم، تجديد الخطاب الديني يعني هل هناك تجديد في الدين؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي تجديد الخطاب الديني يعني كلمة فضفاضة، إنما هو هناك ثوابت هذه لا تتغير. يعني مثلا ماذا أقول في مسألة مثلا الأركان الصلاة، في فرض الصلاة، في الزكاة، في أنصبة الزكاة، في حجاب المرأة، الثوابت ثوابت. إنما هو تجديد الخطاب هو في طريقة عرض الإسلام، ربما في المصالح المرسلة أو الفتاوى ربما تتغير من زمان إلى زمان، ولا؟ نعم الفتاوى تتغير. نعم، لكن ليس في الثوابت. الفتوى لا تتغير في الثوابت، ما يعني طالما في نص في المسألة فالفتوى لا تتغير. إنما الفتاوى التي تتغير هي التي تكون في من باب غالبها في باب المصالح المرسلة، وهي التي لم يأتي فيها نص بالإثبات ولم يأتي فيها نص بعدم الإثبات، فهذه منطقة وسطى هذه التي فيها مرينة الاجتهاد. نعم. لكن مسألة تجديد الخطاب دي مسألة واسعة تحتاج إلى طرح أكثر من ذلك. بارك الله فيكم دكتور متولي. أم عبد الرحمن زوج أختها العاقد
لم يبني بعد. قال للمعقود عليها: علي الطلاق بالثلاثة من تريح المكان الفلاني. وذهبت. فهل تقع هذه الطلقة شيخ كريم؟ وهل بانت منه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتوى في الطلاق المعلق أنه يرجع فيه إلى نية المطلق، فيسأل عن نيته، هل كنت تقصد التهديد أو الحس أو المنع أو التأكيد؟ إن كان يقصد ذلك فبهذا يمين وفي كفارة يمين، أما إن كان يقصد حقيقة الطلاق فقد طلقت منه وبانت منه لأنها معقود عليها، وهذا يحتاج إلى عقد جديد بشروط العقد الجديد. تمام. طالما لم يبني بها نعم. وطلقها نعم. لا تحل له إلا بعد أن يتزوجها نعم. من جديد يعقد عليها من جديد لأن ليس لها عدة. صحيح نعم. بارك الله فيكم. وتحسب هذه الطلقة تحسب إن كان يقصد بهذا الكلام الطلق. الطلق نعم. نعم. أستاذة أماني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. أهلا بحضرتك. الشيخ معايا؟ نعم تفضلي يا فندم. طيب أنا عايزة أسأل عن سن التخيير للتسخين. ماذا؟ سن التخيير، يعني أنا طلقت من زوجي وعايز أعرف الولد يخير من سن كام بين أبوه وأمه. والحاجة الثانية، أنا كنت قعدت عند شيخ والشيخ قال إن سن التخيير 7 سنوات، ولما رحنا عند الشيخ هو يعني أبوه قال له يختار مين، كان الولد متاخد مني بقاله شهر تقريبا يعني، فأخده عنده قال له اختارني وكده، فهو بناء عليه اختار. فأنا لو خالفت الشيخ، لأني سمعت برضو من الشيخ شعبان درويش قبل كده قال إن سن التخيير 10 سنين، فانا لو خالفت كلام الشيخ وما تنزلتش في المحكمه عن ابني، هل انا كده يعني عليا وزر او كده؟ انت حضرتك عايزه الولد ولا مش عايزه الولد؟ انا تزوجت. تزوجت والدي موجود وعايزه الولد. طبعا تمام. حاضر. هو الولد اختارك ووالده باختيار خلاص هيديك الولد مش كده، ولا في قضيه بينكم؟ هو اختار والده وفي قضيه طبعا، اللي هي هم دلوقتي عايزيني اتنازل عن الحضانه بناء على كلام الشيخ. حاضر، جزاكم الله خير. وإياكي. ومعزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت شكرا سنة وتتعزيزي. وحضرتك تفضل يا فن. الله يرضى عنك يا معزة، تفضلي. يا مشابات، أنا عندي بس معاصة زهنيا، يعني عندي 25 سنة دي لفضل في شخص ما شفت السوم يوم مالية، عايز أعرف يعني تعب أنا دالية في أجر ولا أنا مجبورة عليها عشان هي بالسيف، يعني بدخل عليها وعايزه تمشي في الدنيا وانا تعبانه معاها جدا جدا، وانا يا رب يعفو عنها ويأجرك خيرا. حاضر، امين يا رب. وسؤال ثاني فضلت الشيخ والله. تفضل. ازاي طول بالصوت ازاي نحتفل بالمولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم؟ المسلمين يعني نحتفل ازاي يا اختنا؟ انا مش سامع غير الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. السؤال مره اخرى وبعيد عن الدوشه اللي حواليك، تفضل. يعني يا رب يعفو عنها. للأسف لم أتمكن من السماع، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي ابنتك وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. دكتور محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا يا دكتور محمد، تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. كان ليا سؤال بس كده عند حضرتك. تفضل يا فندم. والله أنا كان في اللي هي الشقق الإسكان الاجتماعي ديا، كنت قدمت عليها، كان وجه رحمه الله عليه كان بيبني شقه، والحقيقه كان الشروط ساعتها تنطبق عليا من ناحيه كل حاجه، عشان خاطر كانت الشقه مش متسجله، هو كانوا بيقولوا لو انت تقدر تقدم لو الشقه مش متسجله. نعم سؤال. كل حاجه وقدمت كل حاجه، وما كانش عندي علم ان هي فيها معامله ربويه مع بنك الاسكان الاجتماعي، ما كانش عندي علم. حتى ساعة لما كان بيمضوني على العقد ده كبير جدا، كراسة كبيرة جدا. حضرتك سلمت الشقة يا دكتور محمد؟ نعم سلمتها. طيب. ولم تكن تعلم بحقيقة الأمر، حكم هذه نعم. الشقة، مش كده ده السؤال؟ لا غير كمان كده والله حضرتك، فأنا حسيت إن هي حاجة يعني مش صحيحة زي ما حضرتك عارف من ناحية البنك ده. فخليت حد أحد من الزملاء، كان ليا زميل ليا طبيب برضه كده، وكان بحاجه للشقه يتزوج فيها، فانا سايبها له بدفع عن القسط ده، واخد بال حضرتك، عشان خاطر ساعده ان هو يتزوج وتزوج فيها وقعد فيها فتره. فانا مش عارف عندي دلوقتي الحل في القصه دي، انا الحقيقه مش حاسس. طيب يبقى رجعنا لسؤال حكم هذه الشقه. حاضر شيخنا، سيجيبك ان شاء الله عشان الوقت ضيق. معلش انا اسف. جزيتم خيرا. مع السلامه دكتور محمد. ام هاجر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا مرحبا يا مهاجر، تفضلي. الحمد لله، الحمد لله. بقول استاذ بس انا بنتي باباها متوفي وما كتبت كتابها عشان في مشاكل بيني وبين عمامها، فخالها كان الوكيل بتاعها، فكده العقد سليم ولا في حاجه؟ وبعد اذن حضرتك سؤال تاني، انا ساعات بقرا في المصحف وبصلي وبحاول اتقي ربنا على قد ما اقدر عشان ربنا يبارك لي في بناتي، لكن ساعات برضو الواحد بيخيب كده، ممكن يحتاب حد، مشكله حصلت يجيب سيره حد، فبقى عندهم وبزعل وبستغفر ربنا. انا مش عايزه غلط خالص، نفسي استغفر ربنا وانا مش عامله حاجه غلط. وبعد اذن حضرتك سؤال تاني، انا برضو ما باجي اصلي بركز في الصلاه قوي قوي عشان ما اسرحش، وبرضه بسرح، نفسي ما سرحتي، فحضرتك تفيدني بايه؟ وشكرا يا استاذ احمد. مع السلامه يا مهاجر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ايضا الاخت تقول لي صديقه مع متزوجه، ودي كانت الثالثه، وقال لها لو عايزاني اطلقك هطلقك، قالت له طب طلقني، قال لها انت طالق، وهذه الثالثه، هل تقع الطلقه شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا طلاق صريح، والطلاق الصريح واقع إلا أن يكون أغلق عليه عقله، مش منتبه وقال إيه يعني. لا طلاق في إغلاق، هذا يحتاج إلى أن يعني يمثل أمام أحد العلماء ويعني يحكيان له ما حدث بالضبط، يرى هل هذا من نوع الغضب الذي لا تحتسب فيه الطلقة أم هو ليس من نوع الغضب الذي تحتسب فيه. بارك الله فيكم شيخ كريم. الأخ وليد يسأل، امرأة متزوجة وارتكبت الفحشاء والعياذ بالله، أسأل الله أن يستر نساء المسلمين، أمين يا رب العالمين، وأن يقي بيوت المسلمين شياطين الإنس والجن، أمين. الولد لمن ينسب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. طالما المرأة متزوجة وهناك اتهام بالزنا، فالولد ينسب إلى صاحب الفراش وهو الزوج، إلا إذا تلاعن وانتفى الأب من الولد، ففي هذه الحالة ينسب إلى أمه. دي إن إيه تقريبا؟ ده تحليل حديث ممكن يثبت هل الولد ينسب لأبيه أم لا، ممكن يعني يعودوا إلى أو يعودون لهذا التحليل شيخي كريم. تحليل إيه؟ تحليل دي إن إيه؟ تحليل يعني يحلل الأب ويحلل الابن عشان الناس. والله هذه مسألة التحليل دي ان ايه مسألة عصرية وتكلمت فيها المجامع الفقهية، قالوا ان النص هو الاصل، انه اذا كانت امرأة متزوجة ويعني اتهمت بالزنا، فعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وينسب الى ابيه، لكن لو انهم يعني احتكم الى دي ان ايه ليرى هذا الولد له او ليس له، فبس هذا يعني سيكون هو اتهم زوجته بالزنا، فكيف يعني يعيشان بعد ذلك مع بعضهما البعض؟ المساله تكون فقط في نسب الولد. فيجوز احتكام الى الدي ان ايه. وهل هذا الولد ان ثبت بطريقه ما عن طريق التلاعن او عن طريق الشهود او عن طريق الدي ان ايه انها قد ارتكبت الفحشاء والعياذ بالله، نسال الله الستر يا رب المسلمين جميعا، هل يرث في ابيه اللي هو المفروض اللي هو صاحب الفراش؟ نعم شيخي الكريم. اذا يعني نفى الاب ابنه عن طريق التلاعن او عن طريق زي ما حضرتك سالت، فينسب وثبت انه ابن زنا فينسب الى امه، وتحدث الفرقه ما بين الزوجين ويرث امه ولا يرث اباه. نعم جزاكم الله خير دكتور متولي. الأخت أماني ربنا يكرمها يا رب ويرد إليها، ابنها مطلقة، ومسألة التخيير، الولد يختار هل هو في سن 7 سنوات أن يعيش مع أبيه، في سن هو في سن حضانة، أو يعيش مع أمه، وهو الآن مع أبيه وأبوه تزوج، ولا هي التي تزوجت؟ هي تزوج، وهي تريد ابنها، ورفع في القضاء يعني قضية حضانة أو ما شابه ذلك، هل لها الولد أم تتنازل أم ماذا تفعل شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكح، يعني إذا تزوجت فسقطت حضانتها لأبنائه، وإذا تزوج الأب طبعا حضانة تسقط بعد ذلك، تكون لأمها يعني على ترتيب. إذا تزوجت وتزوج الأب أيضا فإنه ينظر إلى مصلحة الولد، ومسألة أن الولد 7 سنوات 9 سنوات 10 سنوات مسألة اختلف فيها أهل العلم، والقضاء
كان أخذ بعشرة واثناشر للولد، عشرة واثناشر للبنت، ثم رفع، ومن حق القاضي أن يرفع سن الولد يعني حضانة الولد أكثر من عشر سنوات إذا رأى أن المصلحة في ذلك، وأن يرفع سن البنت إلى الزواج إذا رأى أن المصلحة في ذلك. ولا شك أن حكم القاضي هنا يرفع النزاع، فالمسألة الشيخ أفتى بسبع سنوات، مسألة ليس فيها اتفاق، وإنما هو هناك من قال سبعا، وهناك من قال تسعا، وهناك من قال عشرة، وهناك من قال البنت إلى سن الزواج والولد إلى البلوغ. فالمسألة ينظر فيها، طالما فيها خلاف ينظر فيها إلى مصلحة الولد. تقول الولد اختار أباه، اختار أباه ولا اختارها؟ قالت الولد، سمعت قالت اختارني، يعني اختارها هي. ولكن لا، الأستاذ عدنان بيؤكد ما سمعت انها اختارت، اختار والده. خلاص يبقى زكاه مصلحته في والده، وهي قد تزوجت هي حضانتها من ناحيه الشرعيه سقطت، واختار والده خلاص له ان يعيش مع والده. نعم شيخ كريم. وبرضه مساله انما يكون في طلاق يكون في رحمه بين بين يعني الزوجين سابقا المطلقين، يعني في ولا تنسوا الفضل بينكم، ده صحيح. هو ابنها و و و وابنه فما يكونش الضحيه هو الولد يعني. وقد رفع الامر الى القضاء، فحكم القاضي هنا بيرفع النزاع. نعم. ام عزه ابنتي معاقه ذهنيا 25 عاما، شفاها الله وعافاها ام عزه ومرضانا جميعا، وهي تقول انا تعبانه معها جدا، فهل لها اجر شيخ كريم على هذا التعب وهذه المشقه مع هذه البنت شفاها الله وعافاها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم الأجر على قدر المشقة، هي ترعى ابنتها وهي يعني مبتلاة بما وصفت، فهي لا شك أن أجرها مضاعف. يعني إنسانا ما يرعى، يعني هي في 27 لو أنها كانت سليمة خلاص يبقى استغنت عن أمها يعني في خدماتها وفي رعايتها، لكن هي الآن كأنها طفلة بين يديها، فلا شك أن أجرها مضاعف عند الله، فتحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. الدكتور محمد الشقق في البنك المذكور يقول لم أكن أعلم حقيقة العقد، هو مرتاب من الشقة الآن، حتى جزاه الله خيرا جعل أخا أو صديقا له يسكن فيها ويتزوج وهو الذي يدفع الأقساط، فما حكم هذه الشقة شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ شقة ثم تبين له أن العقد يعني ربوي، فبعد أن أخذ الشقة فيحاول أن يصلح بقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا استطاع أن يسدد مرة واحدة كان عنده سعة ويتخلص من أقساط وكذا فليفعل، إن لم يستطع خلاص لا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكسب من الصدقات ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويستخدم الشقة طالما كان لم يكن يعلم. بارك الله فيكم، بارك الله لك في شقتك دكتور محمد. أم هاجر ابنتي أبوها توفي الله يرحمه ويغفر له، الأعمام هناك مشكلة شيخ كريم بينهم وبين أعمامها، عند الزواج وليها كان الخال، فما حكم العقد شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الولاية لها ترتيب، الأعمام يقدمون على الأخوال وأبناء الأعمام يقدمون على الأخوال، فإن كانت كما وصفت والأعمام أبو أن يعني يزوجوا أو يأتوا إلى العقد، وكذلك أبناء الأعمام، والترتيب بعد ذلك للأخوال، فخلاص يبقى العقد صحيح، لكن إن تعنت الأقرب تعنت يعني تنتقل الولاية إلى لكن يبدو أنهم لم يعرضوا عليهم الأمر أصلا. لا هذا خطأ فترتيب الولاية كترتيب المواريث، فالعم عصبة الأخوال من ذوي الأرحام حتى لو هناك مشاكل. لا مشاكل مش خلاص مشاكل. لو في إعضال أو هناك مشاكل وعرضوا على العم أو ابن العم ورفض تنتقل الولاية إلى غيره. نعم جزاكم الله خير. لكن لو إذا لم يعرضوا هذا الأمر وأرادوا أن يصححوا لو في ثمة ريبة أو شك في العقد كيف يصححونه شيخي الكريم؟ يأتون بالعم اللي هو الأقرب ويعقدون كتب العقد يعني مجلسا جديدا للعقد ومع الولي يعني. مع الولي بالشروط والإعلان وكذا لتصحيح العقد. الله إجاب وقبول ولي يعني. وشهود أيوة. تمام. أمت الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. أهلا ومرحبا يا أختنا تفضلي. نوطي التلفزيون من فضلك. الحمد لله في نعم والله الحمد لله رب العالمين. تفضلي. لو سمحت عندي ماشي عندي قصر
عندي عندي فستر والمبلغ الفلوس بتاعتهم خدوها في البنك تبع المجلس الحزبي. مجلس الحزبي. حاضر. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. نعم شيخ كريم، مسألة المصحف، الأخت تقرأ في القرآن الكريم في كتاب الله ولكنها الحمد لله تقع، يعني نسأل الله العفو والعافية كحال الكثيرين في بعض الناس، في غيبة، في ذكر بعض الناس، ولا تريد ألا تقع في هذا الأمر، فماذا تفعل شيخ كريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون، مع خلاف أهل العلم في الحديث وحسنه، يعني من أهل العلم من حسنه، لكن هو معناه لكن متنه صحيح، المعنى يعني صحيح، المعنى صحيح. المعنى صحيح. فالإنسان إذا وقع في الذنب فإنه سارع إلى التوبة، فإن هي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئة. فإذا وقعت في الغيبة فالأسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني أكثر من قراءة القرآن، من الذكر، من كذا، وأنتهي عن الغيبة. احنا ذكرنا عدة مرات أن الغيبة هذه أكلة حسنات كبيرة من الكبائر. نعم شيخ كريم، والإنسان يحدث لكل ذنب توبة. نعم، صلى الله أن يتوب علينا. نعم ده صحيح. نعم شيخ كريم، يعني هي تحاول الخشوع والتركيز في الصلاة، ولكن أيضا يحدث الشرود والسرحان لها وللكثيرين، يعني ده نعم. العموم بال، ونسأل الله السلام. نعم شيخ كريم، كيف نخشع في الصلاة؟ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخشوع في الصلاة يكون بأن، يعني كما ذكرنا قبل ذلك، بأن تتأمل فيما تقرأ، بأنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهناك شيطان يأتي للإنسان يوسوس له، خنزب أو خنزب. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعذ بالله منه وندفل عن يسارنا ثلاث مرات. فهي تفعل ذلك وتحاول يعني أن تركز فيما تقرأ. نعم شيخ كريم، صلى الله أن يرزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم روح الخشوع في الصلاة. القصر مالهم في المجلس الحسبي في البنك، لو في فوائد أو ما شبه ذلك، ما حكم هذا شيخي كريم؟ وهل المبلغ إن بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ هي لم تسأل لكن كثيرون يسألون، هل يكون عليه زكاة شيخي كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المال يكون لكل ابن على حدة، فإذا بلغ مال ابن كل ابن على حدة النصاب ففيه الزكاة. هي لا تستطيع أن تخرج الزكاة لأن المال لن يخرج إلا بعد فترة، يعني بعد عمر معين للأبناء، يبقى تحسب الزكاة سنويا، وبعد أن تمتلك المال تخرج عن كل السنوات السابقات. نعم، عن كل عام ولا مرة واحدة؟ لا، عن كل عام. عن كل طالما بلغ النصاب في كل عام هو مفترض أنه خلاص هو يجب أن تخرج الزكاة، لكن الذي لو هي معها سعة من المال تخرج الزكاة، لو استطعت أن تأخذ شيئا قدرا من المال من المجلس الحزبي تخرج الزكاة، لكنها إن لم تكن تملك ولم تستطع يبقى تكتب ماذا عليها، ده علي كذا وده علي كذا وعلي كذا، لما تأخذ المال لكل واحد على حدة تخرج الزكاة. نعم، جزاكم الله خير دكتور متولي البرديلي، ومتعكم الله بصحة وعافية. الوقت كان قليلا ولكنه كالعادة معكم ربنا ممتعا. نعم ربنا يبارك فيك دكتور متولي البرديلي، متعكم الله بصحة وعافية ونفعنا الله بعلمكم، واشهد الله أني أحبك في الله، وجزاك الله خيرا على تلبية الدعوة، فقد دعوتك قبل يعني الحلقه بقليل. ربنا يبارك فيك، الله خير، واسال الله الشفاء لفضيله الشيخ شعبان درويش وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي اتوب اليك. دمتم في طاعه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا